اذا مشاهدي قناه بيه صباح الخير صباح النور عليكم في هذا البث الصباحي المباشر مباشره من نواحي بنسيمان اجواء باردة برد قارص وغيوم تغطي سماء المنطقه في هذا الصباح صباحه اليوم الخميس صوره امامكم غيوم تغطي سماء المنطقه هنا نواحي بنسيمان مع تواجد غيوم كثيفه وبرد قارص يعم المكان في هذا الصبيحة صبيحة يوم الخميس نت دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شعب قناه شفتي بي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الصبيحه صبيحه يوم الخميس اجواء بارده برد قارص يعم المكان هنا في هذا الصبيحه صبيحه اليوم الخميس برد قارص يعم المكان صورة امامكم توضح ذلك مشاهدينا الكرام منه. ان شاء الله هاد برود الطقس وهاد الغيوم تعطينا الامطار الخير لان الارض مازال محتاجة ليها بشكل كبير وكبير جدا الصورة مشاهدينا الكرام أمامكم على المباشر هنا نواحي بن سيمان أجواء باردة برد قارص يعم المكان في هذا الصبيحة صبيحة اليوم الخميس نتمنى إن شاء الله هاد بروز الطقس تعطينا أمطار الخير احنا محتاجين ليها بشكل كبير وكبير جدا إذن الصورة امامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في فما بقى لي الا نودعكم بعد ما كنت معكم نقل مباشر نقلت لكم الاجواء الصباحية المباشرة مباشرة من قلب البادية نواحي بن سيمان اجواء باردة برد قارص يا عم المكان هنا في هذا الصبيحة صبيحة اليوم الخميس خميس منه ان شاء الله هذه برودة الطقس وهذه الغيوم تعطينا أمطار الخير اللي ما زال محتاجين الأرض بشكل كبير وكبير جدا <applause> دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء